كاكي زي ما اللي لابسه ورق اللي لابسه باش ده مش لون كاكي مين مارون 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 يعني لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله أنا عايزك تقولي كده سورسر سوري تشور هاي اشتغلت معاك قول لي اتحبينا بتفكرني انت بشيرين هتحرق قول لي اتحبينا عارف المسرحية دي بتطلع لحمة وشوشة كل ساعة قول لي اتحبينا يدو حولان انا ما عرفتش اصلا صوتها تخن الموبايل شكلها غريب لما كده صبري تعال اللي تحبينا انا بجد بدي ما احبش حد يقول كلمه على بالي يوم امبارح ده غير عادي مامي هتتفرج علينا ضحكنا شويه ضحك ستوب يا لهلا ستوب كل مره نجرب تعمل لارا كده ما حدش بيبص لازم تبص انت حد بليز يبص على المايك عزو اللي اجا ولسه مركز عزو المايك حبيبي غيرت البطاريه يا زاهي قلت المرات تبع فيفا لا فيزا كويس عارف انك لسه فاكره عيد ميلاده شكله كبير قوي يا ريت انك تتوقع انه كان من 20 20 ده كمان والله بس انا انك لسه فاكره عيد ميلاده احتفل بيه في كوستاريكا بقى مع مين؟ صحابه هو معاه حضرتك؟ لا يبقى ليه ايه المشكلة؟ صحابي وايه المشكلة يبقى ليه؟ عادي 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 لو انا كنت يعني وحشة للدرجة دي اوكي بس انا شكلي يعني انا كويس يعني مش خايمة خايمة مين قبل؟ مش كده هو لا بس هي لا هو لا هي انا بقول له كل حاجة هو لا فاهمة فيعني لازم عادي زي برضه ايه مش عايزة أكلم
بس بقالنا سنة مع بعض. ده تاني عيد ميلاد، تاني عيد ميلاد بتاعه مش مع بعض، عشان أول عيد ميلاد كان هو عايش في كوستاريكا، فكان هناك في عيد ميلاد. يا عيد ميلاد السنة اللي فاتت. هو أصله لبناني بس مصري، بس عايش هناك عشان يدرس. صباح الفل يا عزيز وصديق. في معايا بتاع شوكولاته برضه لو عايزه. سندوتش شوكولاته. ازاو خد رنا، انا مش عايز بروكسات. ازاو انت طمنتني امبارح لما شفتك، كنت فاكره انه في حرامي، لما شفتك عرفت ان انت ان انت حرامي ومجانين. جايل مش حرامي بس دول انا. الله تركي افتر تركي واتعشى تركي، يرضي مين الظلم ده؟ مكنك مهند اتفرج يا عم. وين بس ما تخلص عنك بهذه السهوله؟ بيحكي ذكرياته بس ما تخلت عنه. لا لا خوله وخوله وخوله احلى شغل تسير في الاكاديمي تحت شعار الواحد للكل والكل للواحد. كيف يعني؟ يعني احنا تحت يعني، وما انا عارف انك مقدر. انا بحب كل شيء بس حبيني اخوخه والله. انت الوحيده اللي محدش يشك في قدراتك يا رب. انت ويحيى اكتر صدقيني والله العظيم. انا ما اقدرش يعني يشكك في قدراتك. ده الناس جو يعني شوفي لدرجه ايه زوجوني ليه. انت مش نرفز من ده مثلا ايه؟ من ده؟ لا عادي، مدام يحيى عادي طبعا. انا زوج زوج عادي خالص. زوج عادي خالص. ايوه فرنيه بالظبط. اورني يا اورني. السنه دي عدت بسرعه طلقه. انا عيد ميلادي بالظبط عليه لسه 3 اسابيع. معقوله؟ والله. مصر بعد ازاي؟ عدت كاني لسه عامله امبارح. مين بعد اسبوع؟ ناصر. ناصر وانا موديها. انا حاطط فين؟ انا مش عارف. شوفوا فوق كده افطاري، بص على الجنب محمد سراج. ماشي يا ابراهيم، انت الوحيد اللي فزعتني يا ابراهيم والله العظيم. انا ما اتخطيتش من اي حد الا لقيت ده لبس اسود وما خدتش بالي من اي حد. شكلنا كان فظيع. شكلكم كان مرعب. اكيد 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 هيجيبوا يوم البرايم ريبورتاج الموضوع ده. ممكن المشكله يعني الاسبوع ده ما حصلش فيه اي حاجه يعني، اكيد هيجيبوه. يمكن يعملوا ريبورتاج عشان اول شهر في الاكاديمي، بيعملوا كده كل مره. كل اول شهر يعملوا ريبورتاج على دلوقتي خلصنا شهر في الاكاديمي، عملنا شهر فبيعملوا ريبورتاج على كل الشهر. والله اول شهر في الاكاديمي اللي حصل يا خروج. يعني حصلت حاجات كتير قوي كده عدى شهر. بالنسبه للسنين اللي فاتت يعتبر ما عملناش حاجه. السنين اللي فاتت كانوا دايما يعني موضوع المقلب ده كان يتعمل على طول كل يوم مقالب. لو يجيبوا لنا، ما هو لو يجيبوا لنا حاجات من فوق، لو نطلب حاجات من فوق يجيبوا لنا. كان المره اللي فاتت كان بيبقى فيه حاجات كده غريبه بيعملوا بيها مقالب. جيب لي ورقه. قلت لها مش عايز ورقه، ما بحبوش. قول انا وش فتيشي حبيب قلبي وهكذا.